ينضم إلينا الآن الرياض مراسلنا علي الشريف. علي أهلا بك معنا، دعنا نتابع معك سير هذه المشاورات اليمنية وماذا على أجندة اليوم؟ نعم داليا، بالفعل على أجندة المشاورات اليوم مشاورات اليمنية ست محاور سوف يتم أو بدأت بحثها من خلال ست لجان منفصلة. هذه اللجان تم تقسيمها على ستة مواضيع، الموضوع الأول الوضع السياسي، والموضوع الثاني الموضوع الاقتصادي والإنساني والتنموي وكذلك الإعلامي ومكافحة الإرهاب. هذه اللجان تم تشكيلها وتم قد بدأت مشاوراتها في تزامنا مع ذات الوقت. مهمة هذه اللجان بحث المشاكل والتحديات التي تواجه هذه المحاور، ومن خلال طرح وجهات النظر وأيضا طرح التحديات التي تواجه كل محور مع مجموعة منفصلة. على هذه المجموعات تم فصلها على ستة قاعات. أيضا من المتوقع أن تخرج هذه اللجان بعدد من القضايا التي تواجهها، ثم بعد ذلك يتم بحثها مع بقية بحثها وعرضها في الأيام القادمة على الحكومة ليتم طرح مزيد من الحلول لهذه المشاكل التي تعانيها. بدأت هذه اللجان عملها عند الساعة 10 بتوقيت الرياض، بعد أقل من 10 دقائق سوف تخرج هذه اللجان إلى الاستراحة، بعد ذلك يواصلون حتى الساعة 2:30. بعد ذلك سوف يكون هذا اليوم بانتهاء اليوم سوف يتم تقييد كل ما حصل في هذه اللجان ليتم بعد ذلك عرضه في الأيام القادمة على الحكومة واللجان الأخرى. نعم داليا، شكرا لك مراسلنا علي الشريف، كان معنا من الرياض.